كان لي صديق يفخر دائما انه بياخد الحياة بمنتهى الجدية، ما عندوش مزح لدرجة انه من النادر انك تشوفه بيضحك. اتصلت بصديقي بسأل عنه، قال لي كلمة وجعتني قوي، قال لي من زمان ما سمعتش صوت صديق. المشكلة فين؟ المشكلة ان احنا بنحط الجدية عكسها المرح والفكاهة، وده مش صحيح. الاتنين لازم يمشوا مع بعض. في مقولة جميلة بتقول أخذ الحياة بمنتهى الجدية نوع من الغباء. أخذنا الحياة بمنتهى الجدية بيخلينا عدوانيين، عنيفين، ما عندناش تسامح، ما عندناش صبر. أحيانا بنجلد ذاتنا، بنسعى للكمال، وده مش صحيح. إحنا بشر بننسى ان احنا معرضين للخطأ، جبلنا على ده. طب ايه الحل؟ الحل ببساطة غلف الجدية بالمرح والفكاهة، الاتنين يمشوا سوا. ازاي اعمل ده؟ واحد، بص للصورة الشاملة الكبيرة للموضوع. اتنين، لا تعظم الاخطاء الصغيرة. تلاتة، افتكر انك لا يمكن تغير الحياة ولا تغير الناس، انت فقط ممكن تغير نفسك وردود افعالك وانفعالاتك. اتمنى لكم جدية الاطفال في اللعب، جدية الاطفال في اللعب. منتظركم بشغف في حلقات جديدة.